اهلا وسهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن Spring Security Authorization. قبل ما نبتدي كلامنا احب انوه ان الكورس ده تراكمي، فاي توبيك بتكلم عليه في اي فيديو بفترض ان انتوا سمعتوا الفيديوهات الريليتد بالتوبيك ده قبل ما تبتدي الفيديو. كل توبيك هتلاقوه في بلاي ليست منفصله، في الفيديوهات جواه مترتبه في التايتل بتاعها بسيريال، تقدروا تمشوا عليه عشان تفهموا المعلومه بالتسلسل المنطقي بتاعها. فمثلا الفيديو ده موجود في بلاي ليست اسمها Spring Security، في 3 فيديوهات قبل الفيديو ده مفروض نسمعه. بعد ما بنسمع الفيديوهات دي هنتكلم دلوقتي ايه الفرق بين الاثنتيكيشن والاثورايزيشن. الاثنتيكيشن باسهل معنى ليها معناها اليوزر اللي داخل على السيستم ليه اكسس عليه ولا لا، ليه اكونت عليه، ليه يوزر نيم وباسورد على السيستم بتاعي ولا لا. الاثورايزيشن معناها طب اليوزر اللي داخل السيستم بتاعي ده ايه البرميشنز او الرولز بتاعته اللي تخليه يقدر ياكسس السيرفيسز بتاعتي اللي جوه الابلكيشن. النهارده هنتكلم عن الاثورايزيشن باستخدام الداتابيس، يعني احنا مش هكتب الرولز ستاتيك في الويب سكيورتي كونفيج، لا انا النهارده هشرح ازاي تكون الرولز بتاعتي موجوده في تيبل في الداتابيس وانا هعمل اثورايزيشن باستخدام السبرينج بوت. فالسكيما بتاعتي في عندي تيبل اليوزرز وتيبل الرولز والريليشن اللي بينهم ماني تو ماني، ففي تيبل في النص اللي هو كاسه العلاقه يوزر رولز، والاي دي بتاعه هو كومبوزيت برايمري كي مكون من اليوزر اي دي والرول اي دي اللي هم فورين كي على الرولز وعلى اليوزر. طيب الاكتوال امبلمنتيشن باستخدام السبرينج بوت هنعمله عن طريق ايه؟ في 3 نقط. اول حاجه هنحط الانوتيشن بتاعت add enable global method security جواها attribute اسمه pre post enabled equal true على الكلاس بتاع الويب سكيورتي كونفيج. الانوتيشن ده بحطه ليه؟ بحطه عشان افعل الانوتيشن اللي موجوده في رقم 3 اللي هي add pre authorize. عشان add pre authorize تشتغل لازم احط الانوتيشن بتاعت add enable global method security على الconfiguration security class اللي هو الويب سكيورتي كونفيج. الاتريبيوت اللي هو اسمه pre post enabled equal true عشان هو الانوتيشن بتاعت add pre authorize، في انوتيشن تاني اسمه add post authorize. ايه الفرق بينهم؟ add pre authorize بيعمل الاثورايزيشن يعني بيتشيك على البرميشن قبل الميثود اللي بيناديها، لكن البوست بعد ما بينادي الميثود. فالمنتشر اكتر هو البري اكيد، لان انا اكيد عايزه اشوف البرميشن قبل ما رن الميثود بتاعتي مش بعدها. والنهارده كلامنا كله هيبقى على add pre authorize مش على add post authorize. دي كده كانت اول خطوه عندنا. تاني خطوه ان انا هعمل بوبيوليت للرولز الخاصه باليوزر في الميثود اللي اسمها لود يوزر باي يوزر نيم اللي موجوده في اليوزر ديتيلز كلاس سيرفيس اللي احنا عملناه اللي احنا قلنا لازم نimplement اليوزر ديتيلز انترفيس يوزر ديتيلز سيرفيس انترفيس اللي جوه السبرينج ونوفررايد جواه ميثود اسمها لود يوزر باي يوزر نيم، وعملنا الكلام ده في الفيديوهات اللي قبل كده. وكنا جواها بدل ما كنا بنحط الرولز الحقيقيه بتاعت اليوزر كنا حاطينها بالنيو اري ليست، لان احنا كنا لسه ما فعلناش الاثورايزيشن. النهارده هنحط فيها الرولز اللي هي الخاصه باليوزر عشان الاثورايزيشن تتفعل. تالت خطوه هحط الانوتيشن بتاعت اد بري اثورايز وجواه جوه سترينج هاز رول، وبحط هنا الرول نيم بتاعي. هقول لكم نوت على الرول نيم دلوقتي، بس خلينا نشوف الاول اد بري اثورايز بتتحط فين. بتتحط على مستوى ليفل 3 حاجات، يا اما الكنترولر ليفل اون توب الكنترولر، وده معناه ان كل الميثود اللي في الكنترولر ليها نفس البرميشنز، او احطها على مستوى الويب سيرفيس معناها ان كل ويب سيرفيس ليها برميشنز مختلفه على حسب الرول، او احطها على مستوى البيزنس سيرفيس ميثود. لو انا البيزنس سيرفيس ميثود عندي عايز اعملها بيزد اون البرميشن يبقى احطها في السيرفيس لاير اون توب اوف البيزنس ميثود بتاعتي. طيب انا قلت لكم هنا هقول لكم نوت مهمه على الرول نيم اللي بكتبه هنا. الان السبرينج اوتوماتيك بيحط البريفكس اللي اسمه رول كابيتال اندرسكور قبل اسم الرول على طول، ده كده ايه السبيسيفيكيشن بتاعته في الانوتيشن دي. فبالتالي انا بحط هنا اسم الرول اللي موجود في الداتابيز بس من غير كلمه البريفكس اللي هو رول اندرسكور، يعني معنى كده ان الرول في الداتابيز لازم يبتدي بكلمه رول اندرسكور
لان هو السبرينج هيحط البريفكس ده اوتوماتيك. طب لو انا مش عايزه احط مش عايزه اسمي في الداتابيز الرول بتاعي بدأ بالرول اندرسكور اعمل ايه؟ هقول لكم نعمل ايه واحنا بنشوف واحنا في الورك سبيس واحنا بنكتب الامبلمنتيشن. تعالوا نروح مع بعض ونشوف. اول حاجه نشوف الخطوات الاول بتاعه الكونفيجريشن وبعدين اقول لكم تاني الحته اللي هي لو انا مش عايزه اكتب الرول في الداتابيز باوله كلمه رول. هنا الويب سيكيورتي كونفيج كونفيجريشن سيكيورتي كلوز هحط عليه الانوتيشن بتاعت ات انيبل جلوبال ميثود سيكيورتي بري بوست انيبلد ايكوال ترو. دي بحطها عشان افعل الانوتيشن بتاعت ات بري اوثورايزد. تاني خطوه عندي اللي هي اليوزر سيرفيس ديتيلز ماي يوزر ديتيلز سيرفيس اللي بيمبلمنت اليوزر ديتيلز سيرفيس بتاع السبرينج وعاملين اوفر رايت الميثود بتاعت لود يوزر باي يوزر نيم. وقلنا الخطوه دي لازم تتعمل وانا بستخدم السبرينج سكيورتي سواء اوثنتيكيشن او اوثورايزيشن. وهنا بيلود فيها اليوزر وهنا اللودنج بتاع اليوزر. في هنا الميثود اللي بتجيب الرولز بتاعه اليوزر. اليوزر شايل لسته من الرولز بتاعته. الميثود دي بتحول الرولز اللي هي عباره عن لسته عاديه لجرانتد اوثورتيز granted authorities اللي هي الانترفيس بتاع السبرينج اللي هو بيستخدمه في الاوثرايزيشن. فهنا بياخد الرولز يحولها للgranted authorities ويرجعها تاني. فاحنا في الاول كنا بنبعتها باري ليست فاضيه عشان نفعل الاوثرايزيشن هنملاها بجد. تمام. فاحنا كده هنا ايه ملينا الرولز بتاعه اليوزر. تالت خطوه عندي الويب سيرفيس بتاعتي واستخدام الانوتيشن بتاعت ات بري authorized. قبل الخطوه دي تعالوا افرجكم الاول على المابنج بتاع اليوزر تيبل والرول تيبل. هنا الرول شايل لسته من اليوزرز. تمام. اليوزر شايل لسته من الرولز بتاعته وفي انوتيشن بتاعت اد جوين تيبل اللي هو كسره العلاقه بينهم اللي هو اليوزر رول. يعني اليوزر رول مش معمول له اكتوال انتيتي، لا هو بيفهمه عن طريق المابنج اللي باستخدام الاد جوين تيبل. طبعا انا مش هشرح الاد جوين تيبل حاليا لان ده خاص بالجي بي اي. فلو حد مش فاهم الانوتيشن بتاعت اد جوين تيبل ممكن يسيرش عليها على جوجل منتهى السهوله هيعرف معنى الاد جوين تيبل وازاي نكتبها والكلام ده كله عشان نعرف نعمل كسره العلاقه بالاثنين ميني تو ميني اتنين تيبلز الريليشن بينهم ميني تو ميني. فهنا كده كل يوزر معاه الرولز بتاعته. نرجع تاني للكلاس بتاعت ماي يوزر ديتيلز. انا قلت لو احنا عايزين ما نسميش الرول في الداتابيز بالبريفكس اللي اسمه رول هنعمل ايه؟ منتهى البساطه هنا الميثود اللي هي بتملى الرول بدل ما انا باخد الرول نيم على طول من الداتابيز هزود كلمه رول بس كده. هعمل هنا كده اهو رول اندرسكور البريفكس اللي هو بيحطه ده لو انا مش عايزه اسمي في الداتابيز الرولز بتاعتي بادئه بكلمه رول. انا في الداتابيز مسمياهم بكلمه رول فمش هعمل كده. انا هنا الداتابيز بتاعتي اهي عندي اليوزر عندي اتنين يوزر وعندي الرولز اتنين رول واحد اسمه رول امبلوي واحد اسمه رول ادمن. واليوزر رول اليوزر الاولاني مربوط بالرول الادمن واليوزر التاني مربوط باليوزر بالرول امبلوي. نرجع بقى للويب سيرفيس بتاعتنا. احنا قلنا الانوتيشن ممكن تتحط هنا على الاون توب اوف الكنترولر ده لو كل الميثودز اللي جوه الكنترولر نفس البرميشن. انا مش هجرب دي دلوقتي انا هجرب التو اوبشنز التانيين اللي انا احطها يا اما على مستوى الويب سيرفيس يا اما على مستوى السيرفيس لاير. فهنا دي اول ميثود عندي دي انا هحطها على مستوى الويب سيرفيس. فانا بقول والله ان الويب سيرفيس دي اللي ممكن اللي اكسسها اللي ليه رول ادمن اليوزر اللي ليه رول ادمن. لو تلاحظوا ان هنا ما كتبتش الرول اندرسكور ادمن يعني ما كتبتش الرول اندرسكور ادمن هنا لا كتبت ايه ادمن بس عشان هو هيحط كلمه رول اوتوماتيك. وانا هنا عامله انيميريتور بيماب للاسامي الرولز اللي في الداتابيز وده اللي هو محطوط على المابنج اللي في تيبل الرول على النيم. تمام. هنا بس ايه هكتب
اسم الرول من غير الكلمة، اسم الرول في الداتابيز من غير كلمة رول. دي كده اول ميثود عندي. طيب لو انا عايزة بقى ميثود بيأكسسها اتنين رولز او اكتر، يعني انا مش رول واحد بس اللي عندي، اعمل ايه؟ منتهى البساطة في نفس الانوتيشن اد بري اوثرايز، هحط هنا has role admin or has role employee، يا ده يا ده، او اي عدد بقى من الرولز انا عايزاها. فدي تاني ويب سيرفيس عندي. تالت ويب سيرفيس عندي انا هحط الانوتيشن على مستوى البيزنس سيرفيس، فهنا دي هنا عندي هنا ميثود فيها جواها بيزنس سيرفيس، هنفتحها هتلاقي الانوتيشن محطوطه على مستوى البيزنس سيرفيس. تعالوا بقى نجرب الويب سيرفيسز دي استخدام البوستمان. اول ويب سيرفيس عندي اليوزر اللي هو ليه رول ادمن هو بس اللي يقدر ياكسسها، اي يوزرز تانيين المفروض هيبقى نوت اوثرايز. تعالوا نجرب دي. ادي الويب سيرفيس بتاعتي في الاوثرايزيشن، انا حاطه اليوزر الاولاني اللي هو الادمن اللي هو مفروض هيأكسس الويب سيرفيس صح. يعني نجرب كده. ستاتس اوكي، وطبع السترينج اللي انا حطاه في الميثود بتاعتي هو كده اوثرايزد. طب تعالوا نغير اليوزر. forbidden اليوزر ده not authorized. لما يبقى اليوزر not authorized بيرمي http status 403 forbidden، ده معناه ان اليوزر ده not authorized. فدي كده اول ويب سيرفيس عندنا. تاني ويب سيرفيس عندنا اللي هو كان سواء الادمن او الامبلوي الاثنين بيقدروا ياكسسوا الويب سيرفيس دي. هنا هنشوف اليوزر ده، اليوزر التاني نجرب كده مفروض هيأكسس. تمام، اكسس الستاتس 200 وطبع السترينج اللي احنا حطاه في الويب سيرفيس. طيب نغير اليوزر. كمان اليوزر التاني قدر يأكسس والستاتس 200 اوكي، وطبعا السترينج اللي انا حطاه في الويب سيرفيس، يعني التو يوزرز اوثرايزد على الويب سيرفيس دي. طيب نجرب التالت ويب سيرفيس اللي هي كانت على مستوى السيرفيس لاير، وكان اليوزر الادمن بس هو اللي يقدر يأكسسها. مين اليوزر اللي هنا؟ اليوزر ده هو الادمن. تعالوا نجرب مفروض هيشتغل صح ويبقى الستاتس اوكي اوثرايزد. الستاتس اوكي واوثرايزد ورجع الداتا بتاعتي. نغير اليوزر. المتوقع ان اليوزر ده هيبقى forbidden not authorized. تمام، forbidden not authorized عشان اليوزر ده ملوش الرول اللي انا حطاها على مستوى البيزنس سيرفيس ميثود اللي هي الويب سيرفيس دي. بكده نكون خلصنا كلامنا النهارده عن الاوثرايزيشن. نلخص كلامنا مع بعض. احنا قلنا الاوثرايزيشن انا النهارده قلت هعمل لها امبلمنتيشن باستخدام الانوتيشن بتاعت اد بري اوثرايز، وقلنا اعترف في ثلاث خطوات اعملهم عشان افعل اوثرايزيشن. اول خطوه نرجع تاني للسلايدز عشان يبقى الكلام مكتوب قدامنا اهو. قلنا اول حاجه هنحط الانوتيشن بتاعت اد انيبل جلوبال ميثود سكيورتي جواها الاتريبيوت بتاعت بري بوست انيبلد ايكوال ترو. فين دي؟ هنحط الانوتيشن دي فين؟ هنحطها على الكلاس اللي هو الويب سكيورتي كونفيجريشن بتاعنا. تاني حاجه هبوبوليت اليوزر رولز بتاعي في الميثود بتاعت اللود يوزر باي يوزر نيم. تالت حاجة قلنا ان احنا هنحط الانوتيشن بتاعت add pre-authorize وبعديها في string جواها has role وبكتب role name وزاوت role prefix، وهحط الانوتيشن ده على مستوى يا اما controller يا اما الويب سيرفيس method يا اما service method. قلنا كمان ان ال string بيحط كلمة role automatic role underscore prefix automatic
قبل الرول نيم اللي هو مكتوب في الانوتيشن بتاعت اد بري اوثرايز، وبالتالي ان الرولز في الداتابيز لازم تبتدي بنفس البريفكس ده او في الميثود بتاعت اللود يوزر باي يوزر نيم، وانا ببيوليت الرولز واحط البريفكس بتاع الرول. بكده نكون خلصنا كلامنا النهارده، مستنيه كل استفساراتكم واسئلتكم تحت الكومنتس بتاعت الفيديو، وان شاء الله انا هجمع الاسئله دي كلها وهعمل لها فيديو خاص منفصل بيها احل كل الاسئله وكل الاستفسارات الخاصه بيها.